مستشفياتي بهاي الإمكانية وضمان صحي ماكو. أنت مواطن عراقي. أتمنى تنطيني وقت يعني. بس أنت أعطيني صلب الموضوع. أنا إذا أريد نرجع للوزارة وكوادر الوزارة مع احترام الوزارة وعلى رأسي. أوكي وإنجازات موجود. أنا أريد إحصائيات كاملة عن الضمان منطيهم إيش قد تنطوهم الوضع كله بالكامل. إلك المساحة تفضل. شكرا جزيلا لك. إحنا مثل ما تفضلت وتفضل الدكتور سيف إنه أدنى مشكلة بالنظام الصحي في العراق. هذه ما تخفى على الاثنين وباعتراف الجميع إنه أكو ممكن في مجالات معينة يحدث تلكؤات. ما عندي رقم بالنسبة بس ممكن أن يكون عندنا إخفاقات في مجالات معينة. هسا ما أريد أقول لأنه يعني شهادتنا قد تكون مجروحة باعتبارنا ممثلين عن وزارة الصحة لكن الـ 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 الأسباب كبيرة وكثيرة. طيب. أهمها التمويل الصحي، ثانيها عندنا مشكلة بالبنى التحتية وتقادمها، وآخرها مثلا عندنا القوى العاملة الصحية صار عندنا بها قلة وشحة، وهذا طبعا أكيد أكو أسباب كثيرة اللي خلت الكفاءات تخرج خارج البلد وغيرها. ممتاز. هذه أسباب كثيرة، كل هذه الأسباب أدت إلى ممكن بتقليل جودة الخدمات. هسا هذا تقليل جودة الخدمات حتى في البرايفت سيكتور بالقطاع الخاص وبالقطاع الحكومي أكو صار عندنا ممكن يكون جودة غير مرضية في الخدمات. طيب. الصحية. نجي للضمان الصحي، أتمنى أنه أخذ وقتي عليه. الضمان الصحي قانون ترفع القبعة لمن شرع، واللي احنا قلنا عليه هو البداية الأولى في إصلاح النظام الصحي في العراق. قبعة ثانية لمن يطبق القانون صدر يوم 1/2/2021. طيب. وبموجب القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره. سنة صار له، نقول عبر 6 أشهر. 1/8/2021 يدخل حيز التنفيذ. طيب. بموجب القانون أيضا المادة 16 أنه فترة التشكيل هي 6 أشهر. طيب. بين صدور القانون، بين نفاذ القانون اللي هو 1/8 إلى 1/2/2022 هذه الفترة هي فترة التشكيل. فترة التشكيل الهيئة، تعرف الهيئة على مستوى العراق والفئة الأولى المشمولة بالتسجيل الإلزامي هي فئة الموظفين. طيب. وهذه فئة تقريبا عددها أكثر من 3500 موظف إضافة إلى عوائلهم راح يكونوا مشمولين ضمن المضمون. هذه الفئة طبعا راح يمكن احنا نتكلم عن 15 مليون. هذه ال 15 مليون تعرف يحتاج لهم داتا بيس ويحتاج بيانات ومعلومات كافية حقيقة. لحد تقول لي هذا القانون راح نطبقه بعد منه فترة 5 سنوات؟ لا ليش لا 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 عزيزي لا لا هذا عزيزي انا دناقشك. لا لا حبيبي انا دناقشك عزيزي عزيزي سيد رائد نقاش او نقعد نملي. لا سيد رائد انت تكلم بمهنيه انا اعرف المهنيه. انا اتمنى تسال المختصين. بعد اذنك انا اليوم بقاعد هنا ورا الميز قاعد اشرح لهم راح نقدم ودراسات ودراسه جدوى ونقدم التقرير ونرفع القانون ونرجع. هذا المواطن كله ما يهمه. المهنيين اللي تقول لي تحدث عنها، انا اتحدث عن المواطن شنو راح نعطيه. أنا المواطن مقابلني بالشاشة محتاج ضمان، شبع من التقارير والملفات وهذا كله تشبع منه. أنطيني شنو هسه دور المواطن، وين يروح، وين يتقدم. الضمان الصحي ايش قد تنطونه، وإلما تنطونه لأي فئات. أنا تحدثت لك قلت لي لا تقاطعني، قلت لك والله ما قاطعك بس تخلي بصلب الموضوع. هسه ابتعدنا أنت طيت التقارير يا عزيزي. مو هذه المواطن الفقير هذه سلسلة معلومات أستاذ العزيز. تفضل. هذه سلسلة معلومات يعني حتى ما تكون، لأنه كثير من وسائل الإعلام اليوم أكو هجمة شرسة صارت على الضمان الصحي. حضرتك ما أدري يعني خافي عنك أو أنا هجمة شرسة استثمر بحضورك استفاد بمعلومات مجتزأة. أنا برنامج ما بي يعني أخذ صوتي على أو ينص أو ضيفي محترم يدخل محترم ويخرج محترم وأنت على رأسي وأنا ضيفكم، لكن المعلومات هذه ما تخدمني. أريد معلومات يستفاد منها، استثمر حضورك أقدمها المواطن الكريم. الضمان الصحي وين يقدموه؟ شلون يقدموه؟ ايش قد ياخذون؟ وين يرحون؟ هذه المعلومات تخدم المواطن. تقارير وكتب رسميه ودراسات هذا مو يم المواطن. وين يتقدم؟ انا مواطن فقير بعد الشروع بعد التسجيل. البريك اخذ منك هالتفاصيل. اعتذر من جنابك.